يعتبر النعناع من أشهر النباتات العشبية في العالم. ينتمي لعائلة عشبية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد، الكالسيوم، فيتامين أ وغيرها. تظهر العديد من الأبحاث الفوائد الصحية للنعناع. يتميز بأنه مضاد للميكروبات، مضاد للفيروسات، مضاد أكسدة قوي، مضاد للأورام ومضاد للحساسية. لنتعرف على الفوائد الصحية للنعناع. السيطرة على اضطرابات المعدة ومتلازمة القولون العصبي من أهم فوائد شرب النعناع. تخفيف المشاكل الهضمية، حيث يحتوي النعناع على مركبات ترخي الأنسجة في المسالك المعوية. وأظهرت الدراسات أن للنعناع خواص تمكنه من تخفيف ألام المعدة لدى الأطفال. كما يتميز بأنه مضاد للتشنجات، حيث يقوم بإرخاء عضلات الجهاز الهضمي ويخفف من أعراض القولون العصبي التي تشمل الألام في المعدة، انتفاخات وتراكم الغازات والإسهال. يسيطر على تشنجات المرئ. تشير العديد من الدراسات أن منتجات النعناع تساعد على تقليل تقلصات المرئ. تظهر بعض الدراسات أنه من الممكن أن يخفف من ألام الصداع النصفي، التخلص من رائحة الفم الكريهة. يتميز النعناع بخصائصه المضادة للبكتيريا، فيعتقد أنه يمنع البكتيريا من تشكيل طبقة على الأسنان، فيساعد على التخلص من رائحة الفم إلى جانب قتل البكتيريا. التخفيف من انسداد الجيوب الأنفية والأعراض المصاحبة للبرد. يساعد نشاط النعناع ضد البكتيريا في محاربة نزولات البرد والمخاطة، كما يساعد على التنفس بسهولة أكبر. يخفف من الحساسية الموسمية. تخفيف حالات الغثيان الناتج عن تلقي العلاج الكيميائي. يعتبر الغثيان والتقيؤ من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان. أشارت بعض الدراسات أن النعناع يساعد على التخفيف من هذه الأعراض. يعد مشروب النعناع مثاليا قبل النوم لأنه خال من الكافيين، بالإضافة لقدرة النعناع بالعمل كمرخي للعضلات، تحسين القدرة على التركيز. كذلك يمكن للنعناع من خلال إضافته لماء الاستحمام علاج الطفح الجلدي وتهدئة الحروق في مناطق مختلفة من الجسم وعلاج الالتهابات التي تصيب الجلد وغيرها من الأمراض الجلدية. كانت هذه معلومات عن النعناع، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم.